مولاي، كنت أنتظرك يا مولاي. أستأذنك يا مولاي. عيادة الخال، ما بك؟ أريد أن أرحل من هذا القصر. لماذا لم يعد يعجبك القصر؟ لم يعد لي مكان فيه يا مولاي، فهناك من أخذك مني. مكانتك محفوظة دائما يا ذات الخال. لا أستطيع أن أتحمل بعدك وجفاءك عني. يبدو أن حكايتي في هذا القصر قد انتهت. كلنا ستنتهي حكايتنا في هذا القصر. إذن دعني أرحل عنه. لك ما تريدين، ولكن إلى أين؟ إلى مكان أبقى فيه قريبة منك. أريد الذهاب إلى حاضرتك الثانية، الرقة. الرقة، أحب المدن إلى قلبي. إذا بي إلى قصرنا هناك، سأدعهم يعدون لك قافلة تنطلق بك.